الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا وأهلنا والخزان الذي نعانيه من الدول الداعمة للنظام المجرم، ومن أجل توحيد وتنظيم العمل العسكري والكلمة، قررت بعض ألويت حماة المقاتلة وهي لواء المتحابين بالله، لواء درع حماة، لواء درع الأحرار، لواء النواعير، لواء الخط الأول، كتائب أبي الفداء، لواء المجد، لواء سور العاصي، تشكيل تجمع ألويت أبناء حماة المقاتلة من أجل الدفاع عن أهلنا ورفع الظلم عنهم. قائد تجمع الحاج بكي الحمي، المسؤول العسكري الرائد المظلي سامر طعان، ونحن العميد الركن أحمد خالد بري، قائد مجلس عسكري في حماة، نبارك هذا التوحد وندعو باقي الألوية تشكيل مثل هذا التجميع لنكون صفا واحدا ويدا واحدة على مقود السيف ضد هذا النظام الغاشم، والله ولي التوفيق. تكبير الله.